سكان خان يونس، معي من عدد أفراد الأسرة ستة. إحنا الوضع عنا تعبان جدا، جوزي تعبان معاه أمراض وإشي، عندي ما فيش دخل، ما بيدخلش علينا دخل إني أوفر أغراض الأساسية لأولادي من ملبس من مأكل. عندي بالصيف الدنيا زي ما انت شايف شوب خالص، بالشتاء عندي الزين بخرم كله، بينزل علينا مطر وإشي. الأكل الأساسي ما كنتش أقدر أوفر لهم الأكل وإشي، كان الجارة تبعت صحن حاجة هيك، فنمشي الدنيا تمشي معانا هيك. إحنا يعطيهم العافية تعين الجمعية أول حاجة، وفروا لي الكابونة هذه تاني مرة أخذها. طبعا أنا ما كنتش قادرة أجيب حاجة لرمضان وأستقبل رمضان، مع الكابونة هذه قدرت أعمل لأولادي أكل وشرب من سحور ومن إفطار. كانت بتشمل الكابونة من خضرة، جميع الخضرة ودجاج وبيض طبعا كانت بتشمل الكابونة هذه أغراض السحور من بيض، جبنة، مربى، وللإفطار كنا نعمل شوربة، الكوسة، السلطة، البندورة، الخيار، البصل، كله كان متوفر، والجاج. وما نسوناش هايهم بدهم يفرحونا، عملوا لنا كعك العيد، جابوا لنا كعك كمان، بارك الله فيهم، جزاهم الله كل خير. أثرت علينا كثير، احنا حاليا يعني استفدنا من الجمعية وأعطونا في رمضان الكابونات هي، وقدرنا نمشي حالنا. أما بعد رمضان الواحد هيرجع زي ما كان أول، لا يقدر يوفر أكل ولا يقدر يوفر شرب، ومش عارف الواحد بده يعيش كيف، يكمل حياته بالوضع هذا الصعب. لا بنقدر نوفر احتياجات البيت، لا مأكل ولا ملبس ولا حاجة، وسايبينها على الله. احنا خاطرنا انه تمددوا المشروع هذا وتضلها على طول، لانه ما بنقدر نوفر الحاجات الاساسيه اللي هي المفروض مفترض انها تتوفر في كل بيت، لكن احنا على هذا الوضع التعبان ما بنقدر نوفرها. فخاطرنا من الجمعيه انه تضلها تعطينا وتستمر على طول السنين، مش بس لفتره رمضان. بنشكر القائمين على مؤسسة كندر وجمعية تطوير بيت لاهية على هذه المبادرة الطيبة منهم، وإن شاء الله في مزيد وتضلكوا على الله.